كما ينضم إلينا حول هذا الموضوع عبر الهاتف الأستاذ محميد المحميد الكاتب الصحفي بجريدة أخبار الخليج. مساء الخير أستاذ محميد، هذه اللفتة الكريمة استقبلها شعب البحرين ببالغ سرور والامتنان لجلالة العاهل المفدى، إلى أي مدى من الممكن أن تساهم هذه اللفتة وهذا الدعم في استقرار الوضع المعيشي للصيادين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الرعاية الملكية السامية للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم وتقديم العون والمساعدة وتلبية الاحتياجات وتحقيق التطلعات هي نهجٌ كريم وثابت يعتز ويفتخر به كل مواطن بحريني يشعر به ويلمسه ويجده واقعا ملموسا وليس فقط كلام. فلا شك أن تقديم الدعم والمساعدة للصيادين في إطار الرعاية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل بلال المفدى حفظه الله ورحاه يؤكد حرص القيادة الحكيمة على رعاية أبنائها المواطنين في مختلف المجالات والميادين، خاصة الصيادين المتضررين جراء ما لحق بهم بسبب الأضرار التي سببتها الدولة القطرية. التوجيهات الملكية السامية بثت الفرحة والسرور والسعادة والطمأنينة لدى المواطنين ولدى الصيادين وأسرهم. من يتابع أختي الكريمة ويجد نبض الشارع سيجد الأثر الإيجابي لهذه التوجيهات السامية. هناك 185 صياد أدخل جلالة الملك الله يحفظه الفرحة والسرور في قلوبهم، خاصة في هذا التوقيت وهو قرب حلول شهر رمضان وما يعني يتطلب من احتياجات. ولا شك أن هذه المساعدة هي المرحلة الثانية وهذا أمر جميل أيضا في مملكة البحرين. نحن في وطن كريم يضع حق المواطن ضمن أعلى أولوياته قولا وفعلا. نحن لدينا قيادة حكيمة تسمع للمواطن، تلتمس معاناته، تسعى لتلبية احتياجاته، ترفض المساس في أرزاقه ومصادر معيشته، وتوفر هذه القيادة الحكيمة توفر للمواطن كل الدعم اللازم مهما كانت الظروف والتحديات والمستجدات، مهما كانت الأمور التي تقوم بها الدولة ولا في حق الجميع خصوصا في ظل جائحة كورونا. ولكن مساعدة جلالة الملك تؤكد أن في هذا الوطن قيادة لا تنسى أبنائها في مختلف المجالات. هذا ربان السفينة والأب الكريم للجميع، لا يقبل أن يضام أو يتضرر مواطن من أبناء هذا البلد. لذلك جاء تقديم العون والمساعدة من جلالته لأبنائه وشعبه في ظل نهج الأسرة البحرينية الواحدة. لابد في هذا المقام كذلك أن نثمن جهود الحكومة الكريمة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية واعتبار حقوق المواطنين، وهذا دائما إشارة يؤكد عليها سمو ولي العهد أن حقوق المواطن أولوية قصوى وأن المواطن البحريني سيظل دائما محور التنمية والعمل والإنجاز. من باب الأمانة أيضا نسجل الشكر والعرفان لمتابعة الفريق أول مع الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية لملف الصيادين وحمايتهم والتواصل معهم وتلمس احتياجاتهم والعمل على تلبيتها وأيضا حفظهم وحفظ أمنهم في ممارسة هذه المهنة، مهنة الآباء والأجداد. ختاما ملف الصيادين البحرينيين وحقهم المشروع الحصول على أرزاقهم بكل أمن وطمأنينة هو ملف وطني جامع في مملكة البحرين كشأن كافة الملفات الوطنية التي تؤكد رعاية واهتمام ودعم الجميع للصيادين وكافة المواطنين، شاكرا ومقدرا لسيد جلالة الملك على هذه المساعدة للصيادين. نعم الأستاذ محميد المحميد الكاتب الصحفي بجريدة أخبار الخليج، شكرا جزيلا لك.